أنا اسمي حامد أبو الإبدة وعمري 13 سنة. أنا ساكن بزنط العواص برفح. أجرنا بيت على الحدود وقصفوا اليهود وجينا من هناك عشان قصفوا. جينا لميت أولاده كلهم وطلعنا الساعة 2 في الليل نجري، والواحدة ماسك أولادها بالجور فيها. لما وصلنا وين بنسيلة نص البلد، يعني رحت عند أهلي فيهم. طول طريقهم يمشوا الصيح، كل ما تصير دبة ننزل في الأرض ونوقف، ننزل في الأرض ونوقف. عندنا بالبيت 22 نفر والدار ضيقة وفيش شهادة. هنا غرفتين فوق وثلاث غرف تحت. ضيقة الدار يعني 22 نفر. لما نشوف بيتنا هيك وفيش فيه ولا بيبان ولا شبيك ولا مكسور بقشعر أبصر كيف بصير. البيت هذا مش عاجبني، فيش فراش هذا عتيق له من زمان دبلان، وهذا والدار اللي فوق اللي مش مكسورة مش مبنية من فوق. عدة أبوي وهي هذا بحط فيه أغراض وعدة. هاي الحمام، هذا أبوي بتحمم فيه أبوي وأخواني. هايو مش حمام أصلاً، بتحممه بالجنين هدول. وهي الحمام هذا جورة معمول جورة وحط عليه هادي. اسمي احمد عبد الكريم الحديد، انا عمري 15 سنه بالتل ربيد الخليل. فستي شافت لنا هذا البيت، حكت لنا في الجيش بدهم ياخذوه، اذا بتروحوا وبتاخذوا البيت من الجيش وتحموه وتحسوا انكم اخذتوا بيت من الجيش وحررتوا اشي. وجينا على هذا البيت وسكننا فيه. احنا بيتنا مطل على الحرم الابراهيمي والبلد القديمه وكاشف كل منطقه تل رميده، وحاطين عليه كاميرات عشان يكشف المنطقه، وعشان هيك بدهم ياخذوا بيتنا. احنا بيتنا بيكون بالوسط، في ورانا مستعمره الجيش مشهد الأربعين هي، وقدامنا بتكون الدبويه لتحت منا، وعجبنا برضه في اخرى نقطه جيش، والمستوطنين بعدوا من جنب بيتنا. هيك قد احنا متحاصر بيتنا. يلا يابا خلص لي فطور. يلا طب يلا امشي يلا. انا باقي شوفير تاكسي عمومي. باقي الحمد لله اشتغل مبسوط بألف نعمة. فحقيقتي أنا أبقى مثلاً على التاكسي أشتغل، كن هالتلفون رن قالوا إلحقنا المستوطنين هجمين على البيت. أنا أسحب حالي وأضل جاي، يعني لو في ناس معي في التاكسي أنزلهم وأقول لهم ما تأخذوني شي لأنه في مستوطنين هجمين. فأنا اضطريت علشان هيك
اللي اترك انا شغل التاكسي واجي اشتغل في البيت هون، اللي اضل انا قاعد في وسط بيتي، اللي لو كان مستوطنين اجوا هجموا، اللي اهل البيت ما يهملوا هم. احنا كانوا يفتشوا بيتنا عشان يزهقونا العيشة ونطلع برا هاد الدار وهم يحتلوها. انا ما بحس حالي البيت زي اكنه سجن، لانه لا بنروح محل ولا حدا بيجي علينا. انا وابويا ومحمد وسند وبلال بنروح على نفاق عشان نشتغل ونجيب مصاري ونجيب اكل للدار. احنا فحرنا الانفاق عشان اسرائيل عملت علينا حصار، فحرنا الانفاق وصرنا نشتغل ونفحر تحت في الارض عشان اسرائيل محاصرتنا، نشتغل بالانفاق. فيش اي طريقة يعني نطلع نجيب محصرين من كل المنطقة. والله أول مرة كانوا أولادي طلع على الأنفاق ما كنتش بعرف، يعني بعرف إنهم بيشتغلوا شغل عادي، لكن بس سمعت يعني من جيراننا وزوا عليهم إنهم بيشتغلوا في الأنفاق يكفيك شر. يعني صرت أصيح وتعبت، يعني دورت أيام وأنا أقول لهم ما تروحوش وهذا، يقولوا لي الله كاتبه بدي يصير ياما، يعني كيف بدنا نعيش؟ هذا يعني الله وحكمته علينا، لاقين شغل ولا حاجة، بدنا نشتغل تحت الأرض. هذيك النهار اتخبيت لما روحت، روحت تعبان وتخبيت الصبح عشان ما نروحش، لانه بلال اجى دور علي ولقانا وخد معاه على الشغل. حميد حميد يلا بسرعه، سهل عليك يا رب، دير بالك يما على حالك من الكهرباء، الله يما يجعلكم كل خطوه سلام يما، على طريق الخضرة الله يما يسهل دربكم، الله يبارك رب يلا الله يلكم، الله يما يسهل عليك. استنى بسم الله يا بلال، انا تنزل في النفس يا وكل على الله، لا اله الا الله يا بلال. ايش الزلمه من الساعه بزعق لك ليه؟ بترد شاطور مستاجر في شغل ليه مستاجر؟ بشتغل من الصبح للمغرب، مرات بقعد ثلاث ايام اربعه يومين يوم، وبروح بروح بعدين بشوف احس حالي مراقب من كل الجهات، لانه في كاميرات والجيش بيكون بالمناطق دوريه بخلال لمده 24 ساعه، وبنقدرش نروح محل. احنا يوم ما اجى بدهم يحطوا الكاميرا احنا منعناهم، بس حكونا بدنا نحطها عشان يوم ما نشوف المستوطنين بيعتدوا عليكم احنا نجي ونمنعهم، بس هم ما حطوهاش عشان المستوطنين، عشان يراقبونا احنا شو بنعمل ببيتنا وشو بنسوي. انا اخذت دوره مع واحد وعلمني كيف اصور وكيف اضبط الكاميرا وكيف يوم ما يجي المستوطنين اخبل الشريط واعطيهم شريط تاني، وعلمني اشياء كثيره بالتصوير. هذا احنا معتبرينها زي سلاح ان ضد المستوطنين. حبيت الفكرة هي، شجعت أولادي عليها، يعني أحمد ضياء شدا الثلاثة تعلموا تصوير، وكلهم بياخذوا الكاميرا بياخذوا الكاميرا وين إذا راحوا مثلا يفروا بالمنطقة بياخذوا الكاميرا معاهم. يعني هذه الكاميرا سلاح لأولادي، أنا بعتقد إنه هيك هذا سلاح أولادي، لأنه مش حجة الشرطة إنهم بدهم صورة للمستوطن اللي ضرب. طب ما هي بعد ما صرنا نصور ما صارت لهمش حجة برضه، قد ما نقدم شكاوي قد ما نفرجيهم صور المستوطنين
برضه ما استفدناش إشي. لما نروح على المدرسة بروح الصبح بكون ماليش نفس إني بالضرورة مش عد ألبس الحلوات ولا حاجة في الدار. بروح على المدرسة بروح تاني نهار بلاقيش في المدرسة لقيت شارد وين بروح على انفاق عند أخوه بجيب أبو بضرب وديه على المدرسة نفس النظام. نفسي يكون عندي أواعي عشان أصير أروح على المدرسة كل يوم بروح على البسكليت الصبح يكون عنده واعي حلوات وبروح على المدرسة وباجي لما يروحوا بروح على الدار عدل. مثلا أروح على المدرسة وهم بكونوا لابسين يوم في المدرسة لما يروحوا من أول المدرسة يقروا بكونوا شارين لهم عد للمدرسة وأنا بكونوا شارين لهم مش يشتروا لي بروح هم لابسين أواعي حلوات وأنا أوعية ميلات بشرط من المدرسة. كل سبت بنجي بنعمل مظاهرة لإحياء البلد القديمة وعشان ما تضلش فيش فيها ناس وبعدين يحتلوها الجيش. أو إحنا بنجي بنعمل مظاهرات سلمية بس الجيش بصيروا يضربونا ويعتقلونا ويعملوا أشياء كثيرة. لما أولادي يروحوا على هيك مسيرات ويروحوا مثلا منطقة فيها مستوطنين يعدوا أنا ببقى حابة يبقى معهم الكاميرا وما بخافش معهم ما بخافش عليهم انا بحب اعودهم للشجاعه لهيك اشي مش بقول له يعني روح على المظاهره تخافش يخاف وما تعملش هيك وما تسويش هيك لا انا بشجعهم برضه لانه هذا الاشي حق من حقوقنا هذا الاشي. انا بحمل الكاميرا عشان تكون اثبات انه الجيش هم اللي بيضربونا وبيعتقلونا واحنا بنكون مسلمين بس نازلين بالبلد القديمة مظاهرة هيك والجيش بقعدوا يضربونا ويعتقلونا وهذا إثبات يوم ما نطلع نقدم شكوى للشرطة وهذول. كنت انا واخي ضياء بنلعب برا البيت فوتبول. اجا اخي ضياء شاف المستوطنين حكى له اشرد اجوا المستوطنين. ضياء شرد وانا جيت بدي اشرد الا هو المستوطن بلطخني حجر اجا بوسط راسي وانا دخت بعدين سحبوني على حفره فقاموا دبوني انكسرت ايدي وانجرحت بجبيني. وبعدين بعد شردوا المستوطنين اجى اخي ضياء صار ينادي على ابي او ابي شاف فيك نزل حملني وبيقدروش سيارات الاسعاف يجي هون راح ودينا على الشارع وجيراننا شافونا هيك جابولنا سياره وضلينا طالعين فيها على المستشفى. بعد الحادثة صارت معي انا لحد الان بعاني بألم بايدي بقدرش احمل اشي تقيل ولا بتصير تجعني اذا حملت اشي تقيل بقدرش شو اسمه اكمل حملين وبتصير تجعني من هون محل ما انكسرت. ابني احمد كتير تغير بعد الحادثة بعدين بعد الحادثة كتير ابني تعب انا عرضته على دكاترة نفسانيين كتير كانوا يجوني على البيت يعني قعدت فترة سنة وانا اعرض على دكاترة نفسانيين والحمد لله عدى الازمة. بعد الحادثة حوالي بشهرين كنت اخوف وهيدا من المستوطنين كنت اخوف منهم كتير اشوف يعني واحد اطرش كل الدور كنت اخوف منهم كتير بس لقيت بطلت اخوف منهم
عادي هقيت قدامي. لو كان في 100 مستوطن بقلقش. بنيجي المغرب بنسحب شمينته، بنسحب دواء للمرضين هذا، بكون كل مريض مكتوب عليه اسمه من الدواء هذا، وبنجيبه شمينته بدواء بنجيب من جوا. أنا بنطلع كان بشوف الموت بعينيهم مرة، أنا بشوفهم 100 مرة يعني، بطلع أولاد يعني بقول أبصر رجعوا له طيبين ولا لا، هو اللي بصير يعني، بتأملش أنهم واحد فيهم يعني يرجع له، بقول مين بده يموت ومين بده يعيش فيهم، والله بيعلم يعني. بحس شو نازل علي كتلت اليوم، أنا مرق على البطن ضليت نصايح عشان بخش جوا. تخيلت مرتين إنه هيل علي النفق وميت. بصير أبصر كيف بصير معي صداع لما أنا أحس زي هيك إنه بده يطيح علي النفق. إذا مثلاً بصفق النفق اللي جانبنا وبموت في واحد ولا بصير في حاجة بضلني خايف. إذا ما اشتغلناش بنموت يعني، إحنا قلنا نجيب مصاري من نلاقيه نلاقيه. ارفع كيف بتوقف؟ بدك توقف على كيف؟ انزل اطلع يلا، وانت ورا ارفع، ولا ارفع ولا ننزل بس ما لك تطلع من زرنا من هنا ولا أحمد. لا تفضل. يلا يمهم الساعة 6:30 هيها. أحمد. يلا. 6:30 يلا على المدرسة. أنا بريد جرسي على 8 إلا ثلث. معاي هيك بكون 2 ساعة إلا ثلث، بس هدول 2 ساعة إلا ثلث بلحقش أروح عم فيهم على المدرسة، لأن في مدرسة كانت قريبة علينا مدرسة قرطبة بس بطل فيها سابع، رحت على مدرسة تانية وفيش هقرب منها، الباقي كلهم أبعد بكتير. أنا هقيت بلف شو اسمه منطقة بعيدة من حوالين الجيش، وبعدين بعدي على المحاسيم وبطل طالع على المدرسة، بياخد معي هيك وقت كتير. Thank you.
كانوا المستوطنين يجوا يهجموا علينا كل يوم، يلطخون حجور ما يخلوناش ندخل من هذيك الحجز على المدرسة. عدنا بعد المرات ساعتين بعد الدوام جوات المدرسة عشان بيكون المستوطنين برا وهذا يحشرونا ما نطلعش منها. لو كبرت وصار معي مسار وكنت دكتور وصار معي مسار كتير ولقيت ولد بتعب وهذا وبدي اديه مسار واقول له نصيح مني ما تشتغلش في الخطر. انا اشتغلت وجربت وما تشتغلش بالخطر، خد هاي مسار وما تشتغلش بالخطر. واذا ملوش ام وابو واحد يمسكه يعني يربيه ويخليه عنده من هم مش بيت، أنا ببني بيت ونقعد أنا وياه فيه. حب شراب الله. أنا نفسي أروح البحر وأحط رجلي بالمية وأسبح فيه وأصير أصيد سمك. أولاد إسرائيل عايشين مبسوطين وأبطهم مبسوطين وهذا. هم مش زينا بيشتغلوش، احنا محصرين بنشتغل وين ما تيجي تيجي، اما هم بيشتغلوش اولادهم مكيفين. هم حكومتهم دعمتهم عشان يجوا من البلاد برا ويهاجروا على هون ويعطوهم بيوت واراضي، بس احنا حكومتنا بتقلقش فينا لانه العرب مش حاطين ايديهم على ايد بعض، عشان لا ولا بلوم اسرائيل ولا بلوم العرب، لأنهم مش حاطين ايديهم على ايد بعض العرب عشان يخشوا على الإسرائيل. أنا حكام العرب دول يست من كلامهم. نقدر يكون في سلام بيناتنا، بس الجيش بدهم الإسرائيليين بدهمش السلام، بيحبوش السلام. هم لو برضو صار سلام بس برضو بيعودوا بيرجع يغدروا. ولا عمره بصير مع إسرائيل سلام، لأنه ليوم الموقف العظيم حنضلنا معهم هيك. بكرة الحجر بصير يقول هاي اليهود ورايا تعال قتلوا. برضه بشعرش بالأمان هون لأنها منطقة خطرة، وبأي لحظة أتوقع إنه المستوطنين يهجم علينا بدون أي سبب. أنا حاسة هيك حياتي مفروض عليه، مش ماخد حريتي. عندما كنت صغيراً وجميلاً كانت الوردة داري والينابيع بحاري، صارت الوردة جرحاً والينابيع ظمأاً. هل تغيرت كثيراً؟ ما تغيرت كثيراً. عندما نرجع كالريح إلى منزلنا حدقي في جبهتي تجد الوردة نخلاً والينابيع تجديني مثل ما كنت صغيرا وجميلا.